طبعا سبب اسم تغيير اسم الصندوق مش موضوع كده جه فجأة او صدفة او حاجة، احنا بقالنا 3 سنين بنعمل دراسات على كده، وممكن قبلها من 4 سنين بدأنا نفكر ان لازم نغير اسم الصندوق. ماذا بعد؟ يعني بعد ما كنا تطوير عشوائيات، هل ينفع في الدولة الجديدة الدولة الحديثة نقول ان في حاجة اسمها تطوير عشوائيات واحنا بنقول دولة حديثة؟ لا، لازم نكون يعني نقدر نواكب اسم الدولة الجديدة، الوليد الجديد مع الدولة الجديدة، يبقى وسقف طموحات الدولة. فقلنا نعمل التطوير حاجة اسمها التنمية الحضرية عشان نواكب التطوير اللي بيحصل في الدولة، اللي هو نقدر نقول يعني الطموح العمراني اللي احنا بنتكلم عليه، تطوير شامل، تنمية شاملة بنتكلم فيها علشان نقدر نشتغل. فاشتغلنا على الموضوع من 3 سنوات مع اليو ان هابيتات، وبدأنا نعمل تصنيف وتحديد و للعمران في مصر. بدأنا منه نقول يعني طبعا احنا عايزين نغير الصندوق ومهامه ونعلى بسقفه، فلازم نشوف نعمل نحط ايدينا على المشكله فين، نقدر نحدد ونصنف ونوصف العمران في مصر. فطلع افرع كتير جدا. طب احنا عشان نقدر ندخل في الحاجات دي كلها اللي هي مثلا حاجات متدهوره وحاجات اللي هي نقدر مش وجودها موجود غلط في اماكن عمرانيه غلط، او حاجات بنقدر نطلع منها بحاجات استثماريه عاليه جدا، وحاجات ذات طبيعه خاصه وطابع مميز زي الحاجات التاريخيه وحاجات امتداد عمراني، كل الحاجات دي طب نعمل ايه عشان نقدر نخش ويبقى عندنا الطموح العمراني نقدر نحقق اللي احنا بنفكر فيه. فهنا كلمه التنميه الحضريه تحقق ان احنا نتدخل في كل التصنيفات دي، عشان كده سميناها التنميه الحضريه. فاول ما قلنا هنعلم مصر خاليه من الغير امن، هنا ننطلق لانطلاقه التنميه الحضريه. هنا بدانا نطلق الاسم بقى ونعمل القرار بتاع الصندوق، نحط في المهام دي كلها اللي احنا درسناها نحطها في مهام القرار بتاع الصندوق، ومن هنا بدانا ننطلق عليها. طبعا احنا حاطين المهام بتاعتنا على فكره من سنين تانية مضت، لكن احنا فعلا الانطلاقه بتاعت التنميه الحضريه بدءا من اول من يوم 2/8 اللي هو قرار الصندوق ونشره غير رسميه. طب ايه مهام الصندوق الجديد بقى اللي هو التنميه الحضريه مش تطوير العشوائيات؟ اول حاجه احنا اشتغلنا من كام شهر على مبادره سياده الرئيس تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسيه، اللي هي بنقول 500 الف وحده سكنيه في ال 27 محافظه بتكلفه 350 مليار جنيه في مده 5 سنوات، وبدانا العمل عليها واشتغلنا في 32 مشروع كمرحله عجله، بس 32 مشروع في 14 13 محافظه بيحققوا لنا 125 الف وحده من ال 500 الف وحده دول. وبدانا خلاص، وفي بعض المشروعات شوف احنا بنقول 3 4 شهور بس بادئين وصلنا نسبه تنفيذ 35%، فالحمد لله الموضوع ماشي كويس قوي. ايه الحاجه الثانيه برضو اللي تحت كلمه التنميه الحضريه؟ تطوير القاهره التاريخيه، حول مسجد الحسين، حول عند مسجد القائد، مسجد المؤيد، باب زويلة، مسجد المؤيد هو باب زويلة فعلا، في درب اللبانة، في بعد كده إن شاء الله في الخطة الحطابة، قلعة الكبش، كل الحاجات دي بندرسها عشان نقدر نطور القاهره التاريخيه ونرجعها لاصلها. الناس فاكره برضو عشان نوضح حاجه، احنا هنا القاهره التاريخيه مش بنشيل ونشيل السكان ونبني من تاني، ده احنا بنرسخ الحفاظ على النسيج المجتمعي والنسيج العمراني، ده اساسي جدا في تطوير القاهره التاريخيه، بس هنخرج الحاجات اللي هي مش متلائمه مع الوضع والنسيج العمراني للقاهره التاريخيه. يعني ما ينفعش مثلا ورشه حداده سمكره ودوكو موجوده هناك، لا بنخرجها. طب بنخرجها فين؟ بنعمل 60 فدان في على محور جيهان السادات، 60 فدان منطقه حرفيه ومهنيه بنبنيها خلاص الحمد لله بدأنا فيها علشان نستوعب فيها الحاجات اللي الناس عايز تخرج بيها من هناك. واحد عنده ورشة 5 متر، انا هديله حاجة 50 متر و60 متر كمان وطرق ومحاور يقدر يتحرك عليها، هل كده افضل ولا كده افضل؟ طبعا هو ده الافضل ليه. الاماكن الخرابات والحاجات المتهدمة هنشيلها ونبني عمران جديد جوه، هنبني فنادق، ممكن نبني فنادق جوه، هنبني اسكان للناس اللي ساكنه في عشش عشان نحسن من حالها وبشكل اسلامي. طب الواجهات اللي هي ناس بنت بيوت وعمارات بشكل مودرن جوه الحاجه الاسلاميه، هنغير الواجهات بتاعتها، كله على حساب الدوله، كل ده في قرارات تاريخيه. طبعا ما نقدرش نتكلم على التكلفه دلوقتي، بس يعني لان كل ده احنا الفرق بين ان احنا نشتغل في حاجه تاريخيه، الجدار اللي بنحاول نحافظ عليه بنعمل له استشارات هندسيه وحاجات تكاليف بتطلع بعد استشارات وحاجات، غير ما مثلا انا هبني 1000 عماره انا عارف ان العماره دي ب 10 مليون جنيه في 1000، يبقى انا متكلم في رقم معروف، لكن ده انا كل بيت مختلف، كل حيطه مختلف عن الثاني. فاحنا بنحاول نوصل ان شاء الله، لكن مبدئيا في مرصود 2 مليار جنيه وهنكمل عليهم طبعا حاجات تانيه كتير.
2 مليار للقرارات التاريخية فقط ده ده مبدئيا للقرارات التاريخية اه بس اه تمام. طيب ايه الحاجة الثالثة تحت التنمية الحضرية؟ تطوير اللي هي المناطق الغير مخططة. المناطق الغير مخططة عندنا على مستوى الدولة 417 ألف فدان في 227 مدينة، منهم 160 ألف فدان غير مخطط. يعني ايه غير مخطط؟ ما فيهوش شبكات ميه، صرف صحي، كهرباء، طرق، محاور، كل البنيه التحتيه ما فيش، او حتى لو حاجات فيها يبقى الكثافه السكانيه للسكان اعلى من الطاقه الاستيعابيه لهذه الشبكات. فبنحاول طبعا نرفع مستوى الشبكات، نرفع مستوى الحياه والبنيه التحتيه في المناطق دي، تلاقي مستوى حياه الناس. دي لوحدها تكلفه لا تقل عن 318 مليار جنيه محطوطه في خطه 2030، ان شاء الله هنتم منها في 2030. طيب الحاجه الرابعه اللي هي القاهره، الفسطاط. الفسطاط احنا شغالين هناك، اشتغلنا في مشروع بحيرات عين الصيره والناس شافت المنظر عامل ازاي، وعندنا في من ضمن جوه المشروع اللي هو حدائق الفسطاط. حدائق الفسطاط هناك دي 500 فدان، بدانا ببحيرات عين الصيره وجوه متحف الحضاره موجود اللي عاملاه وزاره السياحه والاثار، موجود هناك المتحف ده موجود في جوه نواه ل 500 فدان. بدانا شغل عند مسجد عمرو بن العاص دلوقتي مساحه عمرو بن العاص، 500 فدان ان شاء الله هيشتغلوا معانا. حاطين خطه زمنيه حوالي سنه لتنفيذ المشروع. حدائق مركزيه كبيره جدا فيها فنادق، فيها مركز ثقافي، فيها حاجات ثقافيه اقتصاديه تجاريه، هيبقى عباره عن مزار وهيتحط على الخريطه السياحيه للدوله. التكلفه لن تقل عن 6 مليار جنيه. طيب ايه تاني عندنا؟ في سور مجرى العيون. سور مجرى العيون الناس شغاله فيه، وزاره السكن شغاله فيه هناك، واتعمل سياحي وسكني وترفيهي في المنطقه هناك على 94 فدان. التكلفه مش هتقل عن 3 مليار جنيه هناك. عندنا في بنبني الحته اللي كان اسمها بطن البقره، هيبقى اسمها لسه بنختار الاسم، كنوز الفسطاط، لسه بنشوف الاول جواهر الفسطاط وات ايفر، يعني نختار الاسم ايه. فاحنا دلوقتي ده مشروع هيتكلف بس محتمله يعني محتمل لسه احنا، لكن المساحه دي 30 فدان فقط من 800 فدان بتاع عزبة خير الله، النواه لبدايه تطوير المنطقه كلها. ده هيتكلف مليار و4 من 10 مليار جنيه وخلاص. احنا شغالين في الموضوع ازاله المخلفات دي، كانت منطقه بطن البقره الناس راح سكنت فيه الاسمرات خلاص. ف بدأ مشروعات يعني كلها تحت اسم التنميه الحضريه، لغايه ما نوصل هنتكلم احنا بنتكلم في حدود ما لا يقل عن 650 مليار جنيه جوه خطه صندوق التنميه الحضريه. ده دلوقتي يعني برضه هتبقى في مبادرات، في حاجات داخله علينا كتير، فكلها بتبقى مستجدات هتحصل على الوضع اللي بقول لك عليه دلوقتي 650 مليار جنيه. لكن احنا يعني مكملين ان شاء الله تحت مسمى التنميه الحضريه، مستقبل كبير قدامنا ان شاء الله.